بعد أن فشلت جهود الأمم المتحدة عبر اتفاق ستوكهولم في إطلاق الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيا الحوثي، نجحت وساطات محلية في الإفراج عن 135 في عملية تبادل بين الطرفين. ونحن كلنا فداء لهذا الوطن المعطاء، وبالروح بالدم نبديك يا يمن، بالروح بالدم نبديك يا يمن. صفقة تبادل الأسرى والمختطفين تمت في منطقة الأقروض بمديرية المسراخ في ريف محافظة تعز بعد جهود استمرت لأشهر، وعلى الرغم أن عملية التبادل هذه تعد هي الأكبر في تعز من حيث عدد الأسرى المفرج عنهم، إلا أنها ليست الأولى، حيث سبقتها صفقات عدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي منذ بدء الحرب. عملية التبادل تضمنت الإفراج عن 75 أسيرا من قبل ميليشيا الحوثي، بينهم نشطاء وحقوقيون تم اختطافهم منذ العام 2015، فيما أفرجت الحكومة عن نحو 60 أسيرا يتبعون ميليشيا الحوثي. نجاح للجهود الشخصية في الإفراج عن عشرات الأسرى يقابله فشل أممي في الضغط على الميليشيا للإفراج عن بقية المختطفين، وهو الأمر الذي عده مراقبون مؤشرا ليس على فشل الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة فقط، بل وتشكيك في نياتها وجهودها بخصوص إيجاد حل للسلام في اليمن.